هلا 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 يا اسرع من نزل وزن وطيح اللية. الله. قبل نصحوك قص معده لو تشفط شويه. عاندتهم وبالدايت انت روجتهم. يا اول من طبخ دجاجه مشويه. يا كلك عضل لان ما تاكل الشعريه. الله. يا اخر رئيس واول رئيس ابن شيوخ. عمرك شفت بصلايه لاجعه ومحشيه؟ اي شفت بالدوام وموجود عادي بس ما تبقى. لا اظل مراتك وعلى مذهبها. يا اقوى رئيس يا ركبتك ورديه. انت رئيسنا وهاي هي. انت رئيسنا وهاي هي. خاف ضغطت. يلا ولي مكانك، عندنا شغل. انا مو مثل الخميس ادفع للوقيه حتى يغنوا لي وهوسوا لي وهاي الدواله. هو هذا الموضوع اللي اريد اقول لك بيه سيدي. يا موضوع حسين الغزال. حسين غزال؟ ايش بيه حسين غزال؟ ايش بيه؟ سيدي السالفة ما تنحكي تنشاف. طلعوا له الفيديو. لا تفقد الامل يا عراقي يا جبان، ايوه انتهى عهد الخيم، لازم نصلح لنهدم بالعزم والعمل. حسين غزال يغني الخميس؟ ها؟ شنو؟ منو؟ ايش قال؟ ايش قال؟ حسين منو؟ مو بس حسين سيدي، منو بعد؟ منو بعد؟ اعرف ايش انتخب، مطمن القلب للي وفى الجرف الصقر، لملم جروحه وانتصر بالعلم قبل. ياسر عبد الوهاب صديقي هم ماشي عليه فيلم جرف الصقر ويغني الخميس. ها شنو؟ منو؟ ايش قال؟ ياسر منو؟ مو بس حسين وياسر سيدي، منو بعد؟ منو بعد؟ ناس احنا للهمل ويا ما صبر حمل، امن وامان لهالوطن ونضحي وبغلى الثمن، هذا هو المهم. محمد عبد الجبار يغني الخميس؟ ها؟ شنو؟ منو؟ ايش قال؟ محمد عبد الجبار مو صديقي، مرة واحدة شفته بالشارع وسلمت عليه وخلص ما ادري شو. يا ريت بس ذولا سيدي. كاظم الساهر؟ من جاستن بيبر؟ احمد البشير؟ منو؟ منو؟ وتحقق الحلم تحالف العزم، عيشه بكرامه لهالشعب والفرحه من بعد التعب، اي والله والنعم. صديقي حسام؟ حسام؟ هاي صدق هذا لها حسام منو؟ ها؟ شنو؟ منو؟ ايش قال؟ حسام منو؟ إذا أصدقائك يغنون الخميس، إذا أصدقائك يتلوقون الخميس، إذا أصدقائك قام يمدحون خميس، فهذا ما يمنع أنه تسويهم ميز ورا يوم الخميس. الظاهر حسام متأثر بأغنيته هالأيام هواية أنسى فنسى خميس منه. ومحمد عبد الجبار متأثر بأغنيته مو مهم وقام يغني الياهو تشان. وياسر عبد الوهاب متأثر بأغنية شيليني ولميني وعلى خميس طشيني. أما حسين الغزال فمتأثر بأغنيته اليسوى والما يسوى. والأغنية اللي كانت لازم تغنوها الخميس هي هاية. لا تنتظر حلم تحالف الهزم، لا تنتظر حلم تحالف الهزم، بالليل نخمط الشكر ونتاجر بجرف الصخر، والصبح ننهزم نازحنا للنهمل وستين بوري أكل، نازحنا للنهمل وستين بوري أكل، صدقي حصل لسكن يترجى خير بهالوطن، مطرب ما يفهم. بفلوسه الخميس نغني بفلوسه. شفت عزيزي حسام ليش استخدمت مفردة الشكر؟ لأن التجارة مال خميس، يعني الحصة التموينية بيد خميس.
بعد هاي الأغنية الممتعة عندي كلمة لحسين الغزال وياسر عبد الوهاب وحسام الرسام، بما أنه أنتوا أصدقائي فلازم نحكي بيناتنا مو قدام العالم. خويا إذا محتاجين فلوس قلونا والله ما راح نقصر، إذا ما تدرون خميس منو قلونا والله ما راح نقصر. أما إذا ما محتاجين فلوس وتدرون خميس منو فبالحالة أنا اللي ما راح أقصر وياكم من ناوجه. من قبل هاي الأغنية أنتوا مطربين، أما بعد هاي الأغنية فأنتوا على أبواب أن تصيرون مطبلين، وإذا بقيتوا بهذا الدرب فأنا راح أتعامل وياكم كجزء من إعلام هاي الطبقة السياسية. حسام لا تخليني أسميك حسام العرداوي، حسين الغزال لا تخليني أسميك حسين نمونة، ياسر لا تخليني أسميك ياسر صخيل، محمد عبد الجبار ضع ما سمع عليك مشفوق بالشارع. هو بابا الإنسان يجفص، وأتمنى تكونوا نادمين على هاي الجفصة حتى أقدر أرجع أسمع أغانيكم بدون ما أتذكر خميس. أما إذا واحدكم مو آسف ولا ندمان، ترى نور الزين ليه هسه ما طلع من جفصة أياد علاوي من قال أسست الدولة قوي. خلونا نحبكم وديروا بالكم وتشلبوا زين حتى لا توقعون من عيون. اما قاسم السلطان اللي مغني الحلبوسي فما راح احكي عليه لانه راح يفقر الحلبوسي فهو يقدر يقامل.